مساء الخير أحبائي وأعزائي، وكل عام وأنتم بخير. يا رب دايما تكونوا في أحسن حال وأحسن سلام. وفاة الطفل شنودة بعد نيابة أو طلب فتح ملف الطفل شنودة لنيابة شمال القاهرة، واستماع لأقوال والدة الطفل، والبكاء يسير من عينيها كأنهار. وجبرائيل يقدم مذكرة الدفاع الذي أعلن وفاة الطفل شنودة نفسيا بسبب نظرة نيابة شمال القاهرة. اليوم مذكرة التي تقدم بها الدكتور نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان حول طلب إعداد ملف الطفل شنودة. الطفل شنودة عندما كان الملف إلى أعلى ثم هبط ثم انغرس تحت التراب واندفن ملف القضية. مات الطفل شنودة وماتت قضيته. وبعد أن استمعت النيابة للدكتور نجيب جبرائيل، حيث تقدم عدد من الشهود الإثبات حول تأكيد هوية الطفل بالعثور عليه داخل الكنيسة، حيث تبنى والده فاروق فوزي وزوجته أمال هذا الطفل لمدة 4 أعوام، وعاش خلالها معهم وداخل الكنيسة، وتعلم الشعائر الدينية المسيحية، وهو ما أكدته والدة الطفل التي تبنته مدام أمال، اللي روت رحلة الطفل معهم بعد العثور عليه داخل الكنيسة وتبنته، وحاولت أن تقدم كافة السبل والرعاية ليكون عوضا عن سنوات طويلة لم يرزق بأطفال. وترجت السيدة النيابة إعادة الطفل لهم، حيث أن حياتهم أصبحت مستحيلة دونه، وعبرت عن مدى حزنها لغيابه عنهم. ومنذ إيداعه بدار الإيواء دون رؤيته، حيث منعت أن ترى طفلها خلال الشهور رغم توسلها وبكاءها للتضامن الاجتماعي للسماح برؤيته. وقال الدكتور نجيب جبرائيل أنه سيتقدم بمذكرة تفصيلية تتقدم كافة الأوراق وشهادة معمودية الطفل وما يدعم حق الأسرة بعودة هذا الطفل الذي أصبح حديث الرأي العام والجميع ينتظر عودته الأسرة. ولكن تم إغلاق القضية. لماذا تم إغلاق القضية؟ علي جمعة وبالتفصيل حكم التبني. قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء أن الإسلام حرم التبني وأبطل كل آثاره، وذلك لقوله وما جعل أدعائكم أبناءكم ذلك لقولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل أدعوهم لأبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا أبائهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. يعني إيه الكلام ده؟ وصف وأضاف جمعة في إجابته عن سؤال ما حكم التبني في الإسلام عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء أن الإسلام أمر من كفل أحدا لا ينسبه إلى نفسه وإنما ينسبه إلى أبيه الحقيقي. إن كان له أب معروف فإن جعل أبوه دعيا موله وأخا في الدين. وتابع عضو هيئة كبار العلماء في سياق متصل أن الإسلام حس على كفالة اليتيم وتربيته والإحسان إليه والقيام بأمره ومصالحته، حتى جعل رسول الإسلام كافل اليتيم معه في الجنة فقال أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بأصبعه السبابة والوسطى وفرغ بينهما شيئا. رواه البخاري. وفي رواية مسلم كافل اليتيم له أو لغيره أنا وكهتين في الجنة، وأشار رسول الإسلام أوجب الجنة لمن شارك اليتيم في طعامه وشرابه، فقال من ضم يتيما بين أبوين مسلمين إلى طعامه وشرابه حتى يستغني عنه وجبت له الجنة البت. رواه أيضا واستشهد في كلامه إن أحب البيوت إلى الله بيت فيه يتيم مكرم. ورواه الطبراني من حديث ابن عمر. واستدل أيضا بما رد عن أبي هريرة
رضي الله عنه قال: إن رسول الإسلام الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وأحسبه قال: وكالقائم لا يفطر وكالصائم لا يفطر، متفق عليه. وأوضح أن الحكمة وراء ذلك منع الناس من تغيير الحقائق وصان حقوق الورثة من الضياع والانتقاص، وحفظ من اختلاط الأجانب وخلوتهم ببعض المتمثلة في اختلاط المتبني بمحارم المتبني أو المتبنى بالمتبني وأبنائه وأقاربه، فهذا فساد عريض لا يعلم شره إلا الله تعالى الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ونصح عضو كبار هيئة العلماء أيضا أن مسؤوليتها الكفالة بالإسلام هي كل مسؤوليات وواجبات التبني عدا ما منعه الإسلام من تغيير الأنساب. وعلي جمعة وجه أحد الأشخاص سؤالا للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية يقول به: شخص تبنى طفلا منذ عدة سنوات وهو لا يدري بذلك، والآن قد كبر هذا الطفل ويرغب في الزواج، فهل يقول لأهل العروسة أن ابنه أم يخفى عنهم؟ وأكد علي جمعة بإجابته أن التبني حرام شرعا، ولا حرج في أن يخبر الأب ابنه بالتبني بأنه مثل أبنائه وهو مكفول عندهم وهم قائمين على رعايته منذ صغره، ولا يخفى عنه حتى لا يقع في مثل هذه المشكلة. وأشار إلى أن الكذب يوقع صاحبه في مشكلات كبيرة، فلا بد من المصارحة بين الناس. إن هذا الطفل تربى في كفالته وهو يتيم ولا حرج في ذلك. قال الدكتور علي جمعة السابق أن في القرن 19 لم يكن هناك دور إيواء ولم يكن هناك دور أيتام ولم تظهر أطفالا للشوارع، مضيفا إن بعض الحرب العالمية الثانية بدأت تظهر دور الأيتام. وأضاف جمعة سي بي سي: البعض يرى أن تحريم التبني هو معناه تحريم الأسرة البديلة، والكثير من الناس لديهم عدم فهم القضية وتحريم التبني. وأوضح أن تحريم التبني لا علاقة لها بالأسرة البديلة، وكل له إجراءات خاصة، ويجب أن تتحول إلى ثقافة سائدة، ولابد أن يفهم الفرق بين التبني المحرم شرعا وبين الأسرة البديلة التي تحوي اليتيم والمقبول شرعا. مستشار المفتي يوضح حكم التبني. قال مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية أن التبني في الأصل هو حرام شرعا، وقد أبطل الإسلام كل أثاره بقوله كما قلنا الآية الكريمة من قبل خلال لقائه: ما حكم التبني في الإسلام؟ إن الإسلام أمر من يكفل أحدا أن ينسبه إلى أبيه إن كان له أب معروف، فإن جهل أبوه دعا له مولا أو أخا في الدين منعا للناس من تغيير الحقائق وصيانة الحقوق. هذا أمر حقيقي وأمر واقعي. الدين الإسلامي يرى أن التبني حرام شرعا وهو من حقه لعدم اختلاط الأنساب، ولكن المسيحية لها الحق بالتبني لأنه ليس له حراما، لأن السيد المسيح تبنانا نحن وصلب من أجلنا وفدى نفسه. البحوث الإسلامية توضح الفرق بين التبني والكفالة. ورى في مجمع البحوث: هل تبني طفل يترتب عليه حقوق البنوة؟ ردت لجنة التبني حرام ولا يترتب عليه حقوق البنوة. أما الكفالة والنفقة والرعاية ثوابها عظيم، لقوله صلى رسول الإسلام: أنا وكافل اليتيم كهدين في الجنة، وأشار بإصبعيه الوسطى فرق بينهما قليلا. ومن جانبه قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أن التبني حرام شرعا، ولا حرج أن يخبر الأب ابنه بالتبني بأنه مثل أبنائه وهو مقبول عندهم وهم قائمون على رعايته منذ صغره، ولا يخفى عنه حتى لا يقع بمثل هذه المشكلات. وأشار إلى أن الكذب يوقع صاحبه في مشكلات كثيرة، فلا بد من المصارحة بين الناس. إن هذا الطفل تربى في كفالته وهو يتيم ولا حرج في ذلك. وشكرا لكم أحبائي وأعزائي، ولكم من الحب والتقدير والسلام. لا تنسى الاشتراك في قناة الملكة.